الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من العدم خلقنا وبلا حول ولا قوة منا رزقنا، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شهادة عبد مقر بذنبه، معترف بخطيئته، راج في عفو ربه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا وهادينا ومرشدنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة من الله مهداه، ونعمة من الله مسداه، وسراج من الله منير. به فتح الله قلوبا كانت غلفا، وأبصرت أعين كانت عميا، وأسمعت آذان كانت صما. به أخرج الله الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وتشفينا بها من الأوجاع والأسقام، وتخلصنا بها من متاعب الدهر ونوائب الأيام. وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام، وعلى أزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين الكرام، وعلى سائر الصحب والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم وبهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابنا، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيبكم وأن يطيب مشاكم، وأن يبوئنا وإياكم في الجنة منزلا، وأن يكتب لنا وإياكم بكل خطوة خطوناها إلى هذا المسجد، يرفعنا وإياكم بها في الجنة درجة، ويخطب لنا وإياكم بها حسنة، ويحط عنا وإياكم بها خطيئة. أسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا وإياكم منه سبحانه خشية، وأسأله عز وجل أن يصرف عنا وإياكم النفاق من قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم صدقا في أقوالنا وأعمالنا ينفعنا في يوم يقول عنه الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأسأله عز وجل ألا يصرفنا وإياكم الليلة من بيته إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مأجور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحبابنا، المسلم الحقيقي دائما هو إنسان إيجابي. الإسلام لا يعرف السلبية، ولا يعرف الإنسان المنطوي على نفسه الذي يستكين وينتظر أن يأتيه الفرج من عند ربه. ديننا دين إيجابية في كل أحواله، والله عز وجل في قرآنه أخبرنا أكثر من مرة أن السلبية هلاك، بل إن سلبية إنسان قد تهلك أمة بأسرها. لذلك تسمعون في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. حتى القرى التي فيها الظلم ما دام فيها مصلحون إيجابيون يصلحون أمورهم وأمور الناس من حولهم،
فالله عز وجل يرفع عن هذه القرية الهلاك بسبب هؤلاء المصلحون. وتعجبوا أن الله عز وجل ما قال وأهلها صالحون، وإنما قال وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها، ما قال صالحون وإنما قال مصلحون. هل هناك فرق بين الصالح والمصلح؟ نعم، الصالح صالح لنفسه، ينفع نفسه، عبادته لنفسه، طاعته لنفسه، صدقته لنفسه، هذا إنسان صالح. لكن المصلح هو الإنسان الإيجابي الذي لا يقتصر في الصلاح على نفسه، وإنما يصلح ما حوله. لا يقول ما لي وما للناس، الناس هلكوا، أنا أهتم بنفسي وبحالي، وإنما يصلح ما حوله. لذلك الله عز وجل ما قال وأهلها صالحون، أي أن صلاح الإنسان في نفسه لا ينفع عندما يأتي الهلاك، وإنما الذي يريده الله عز وجل منا أن نكون مصلحين لما حولنا، لسنا صالحين فحسب، وإنما مصلحون لما حولنا. والمصلح صالح ومصلح، والصالح صالح وغير مصلح. لذلك لا يمكن أن تصلح ما حولك إلا إذا أصلحت نفسك. فإذا وجدت إنسانا مصلحا فاعلم أنه بدأ بنفسه فأصلحها، ثم أصلح ما حوله. لكن الذي يقتصر في حياته على الصلاح، الله عز وجل لا يريد منه ذلك، مع أنه صالح، مع أنه طائع، مع أنه قد يكون من أعبد الناس، لكن الله عز وجل يريد أن يقول لا أريدكم صالحين في ذاتكم، ولكن أريدكم إيجابيين تصلحون ما حولكم. هذا هو المسلم الذي يريده الله عز وجل، المسلم الإيجابي الذي يتحرك دائما ويسعى دائما ويصلح دائما ويساهم في عمل الخيرات ويساهم في فعل الطاعة ويساهم في إصلاح حياة الناس ويساهم في أن يهدي الناس إلى دين الله عز وجل. لذلك المسلم يسعى للإصلاح بكل ما يملك، يسعى للإصلاح بين الناس، يسعى لإصلاح ما فسد بين الناس، يسعى لأن يكون الناس كلهم مقبلين على الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل يقول في القرآن كما سمعتم في صلاة المغرب الليلة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيجابي، يريدك الله عز وجل مسارعا إيجابيا، لا تستكين وتقول أدخل الجنة، لا تنام وتقول أكون من أهل الصلاح، لا تنام وتقول أنا من أهل التقوى، لا تنام وتقول أنا من أهل الفردوس الأعلى. الله عز وجل يريدك إيجابيا فيقول لك وسارعوا، عليك أن تسارع في طاعة الله عز وجل. والله عز وجل استعمل هنا صيغة الجمع، قال وسارعوا، ما قال وسارع، حتى يعلم الجميع أننا كأننا في مركب واحد. ينبغي أن تسارع وأن تجعل من بجوارك يسارع، ينبغي أن تصلح حالك وأن تجعل من بجوارك ينصلح حاله. قال الله وسارعوا، وقال الله سابقوا، هكذا بصيغة الجمع، حتى يعلم المجتمع المسلم أنه ينبغي أن يكون إيجابيا لا يقتصر في صلاحه على نفسه. ورد أن الله عز وجل أمر سيدنا جبريل أن يهلك قرية، أن يقلب عاليها سافلة. فسيدنا جبريل قال يا رب إن في هذه القرية فلان يعبدك، من أعبد الناس في هذه القرية، فكيف أقلبها وهو فيها؟ قال الله عز وجل كما ورد: به بدأ فابدأ يا جبريل، ابدأ بهذا الصالح. لماذا يا رب؟ قال: لأنه رأى المنكر فلم يتغير وجهه. وكأنه ينبغي أن نفهم لماذا أوجدنا الله عز وجل في هذه الحياة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، افهم المهمة، أنت خليفة الله في الأرض، ليس مطلوب منك أن تصلح نفسك، وإنما مطلوب منك أن تصلح كل الأرض التي أنت فيها. مطلوب منك أيها المسلم أن تدخل السعادة على كل الناس، أن تحمل السلام لكل الناس، أن تحمل الطمأنينة لكل الناس.
مطلوب منك أيها المسلم أن تكون دائما داعي خير، داعي سلام، داعي إصلاح. مطلوب منك أيها المسلم ألا تكون عابدا في ذاتك في نفسك، وإنما أن تشع أن يشع نور عبادتك على من حولك، فتصلح مجتمعا تعيش فيه، أو حيا تسكن فيه، أو عمارة أنت واحد من أهلها. لذلك قيل بأن فضل أيهما أفضل، العابد أم العالم؟ فقيل بأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر العالم، فضله على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. قيل ولماذا؟ قيل لأن العابد ينفع نفسه بعبادته، أما العالم فينفع الناس أجمعين بعلمه. هذا هو الفرق. الله عز وجل يريدك إنسان إيجابي في المجتمع، يغير، يبدل، يحيي سنة، يقضي على بدعة، يصلح بين الناس. الله عز وجل حين وضع الخيرية في تلك الأمة قال أسبابها وعرفنا إياها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف، وأنت تأمر من؟ تأمر غيرك. إذن أنت تصلح غيرك بعد أن أصلحت نفسك. أول أسباب خيرية الأمة أنها أمة تأمر غيرها بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أيضا لغيره. ثم يأتي بعد ذلك: وتؤمنون بالله. وكأنه قدم إصلاح الغير على أن يكون الأمر خاص بك أنت، على إصلاحك لنفسك. فينبغي أن تكون على هذه الإيجابية التي يريدك الله عز وجل أن تكون عليها. الله عز وجل جعلنا في الخير نتنافس للصلاة، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اجعلوا، كونوا إيجابيين، تنافسوا في عمل الخير إيجابيين، لا تقول أنا لا أدخل في ذلك. لذلك إن نافسك أحد في الدنيا فاتركها له، وإن نافسك أحد في الآخرة فنافسه عليها. ما دام في الآخرة نافس، كن إيجابيا. هذا تصدق بعشرة تصدق أنت بعشرين، نافس، كن إيجابيا. علمت أن هذا صلى ركعتين، صلي أنت أربعة. علمت أن هذا عمل عمرة، اسعى أنت في أن تحج حجة، تنافس معه، لأن التنافس على الآخرة مطلوب. كن إيجابي، لا تترك الآخرة لغيره وتستكين وتقول هي لهم، بإنما الله عز وجل يريدك أن تتنافس، أن تكون إيجابي في كل شيء، أن تكون إيجابي في كل حياتك، أن تكون مصلحا في كل أحوالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيجابيا حتى في أشد المواقف. تجدونه في حادثة الطائف الشهيرة حين يهان ويسيل الدم من عقبه ويضرب ويحسى عليه التراب ويؤخذ من تلابيب ثوبه ويرمى في الأرض، وبعد ذلك كله أسند ظهره إلى بستان وجلس، وإذا بسيدنا جبريل يأتيه ومعه ملك الجبال، فيقول: يا رسول الله، إن الله عز وجل أمرني أن آتيك ومعي ملك الجبال، وأمره الله أن يأتمر بأمرك، فإن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تقضي على هؤلاء الناس جميعا، لكن إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان ينظر إلى الخير دائما، يرى المستقبل كله خير. هذا الفرق بين الإنسان السلبي والإيجابي. الإنسان السلبي دائما ينظر إلى الكوب الفارغ، إلى نصف الكوب الفارغ، أما الإنسان الإيجابي فينظر إلى نصف الكوب الممتلئ. الإنسان الإيجابي دائما يرى المستقبل مشرقا، يرى الخير فيه. الإنسان السلبي دائما يرى أنه لن يقدر، لن يستطيع، لن يصل، لن يفعل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا جبريل: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظروا إلى الإيجابية، إيجابية المسلم. كان يمكن أن يكون سلبي ويقول: نعم، أهلكهم، دمرهم. هذه السلبية، دائما السلبية سهلة والإيجابية أمر صعب. قالوا: لا أريد أن يهلكوا، رغم ما فعلوا فيه، لأنه إنسان إيجابي. يقول: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فسبحان الله،
كان من ظهر فرعون هذه الأمة أبو جهل. عكرمة صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عكرمة ابن أبي جهل، وكان من صلب الوليد بن المغيرة المبشر بالنار في الذاريات: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الله عز وجل توعده بالنار ومع ذلك استجابة لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإيجابية، الله عز وجل يخرج من صلب الوليد بن المغيرة سيف الله المسلول، خالد بن الوليد. من كان يتصدق؟ من كان يعتقد؟ من كان يظن هذا الشيء؟ لذلك كن إيجابي، توسم الخير دائما، انظر إلى الأمور نظرة متفائلة، نظرة الإيجابي، واسعى في أن تكون هكذا دائما إيجابيا، لا تترك الناس وشأنهم، لا تقول مالي ومال الناس، وإنما كن إيجابيا كما يريدك الله عز وجل. وترون النبي صلى الله عليه وسلم يجسد ذلك أيما تجسيد في كل صباح وفي كل مساء، في كل صباح يدعو الله عز وجل وفي كل مساء يدعو الله عز وجل بدعاء عجيب، فيقول فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من العجز والكسل، لا يريد أن يكون سلبي، وإنما يريد أن يكون إيجابي، يريد أن يكون فاعلا، لا أن يكون جالسا مستكينا فيستعيذ بالله عز وجل من أن يكون عاجزا. والعاجز هو الإنسان السلبي الذي وقع به اليأس موقعا فأصبح يائس من كل شيء، فحجز عن أي شيء، فهو جالس في نفسه: أولادي ضلوا، خلاص ما في ممكن أنهم ما ينصلحوا، انتهى أمرهم. هذا عاجز، هذا سلبي، لا يعلم أن الله عز وجل في لحظة في طرفة عين يبدل أحوالا ويغير أقواما. فلذلك لما يأس وعجز الله عز وجل تركه ويأسه، تركه وعجزه. لكن الإنسان الإيجابي يحاول دائما، يأتي دائما في كل حال، يدعو الله أن يهدي أولاده، يحاول مع أبنائه، يأتيهم يمينا ويسارا، يأتيهم في كل حين، يعظهم في كل وقت. هذا الإيجابي الله عز وجل لن يضيعه، الله عز وجل لن يخذله، هذا ما توعد الله عز وجل به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر هذه النظرة الإيجابية لهؤلاء القوم الذين آذوه وفعلوا به ما فعلوا، الله عز وجل لم يخيب فيه الرجاء. الله عز وجل لا يحب المثبطين، ولا يحب المعوقين، ولا يحب السلبيين. يقول سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله عز وجل لا يحب هؤلاء المعوقين، يعيقون الناس دائما. قل والله ايه رايك عايزين نعمل مشروع للمسلمين، يقول لك ما ينفع، ما هيمشي، ما هيشتغل، ما عنده شغل غير كذا. تقول له ايه رايك والله احنا فكرنا ان احنا ننشئ مدرسه، يقول لك والله ما هتنشا، ما هتصير، المسلمين ضعاف، المسلمين ما لهم قيمه، المسلمين ما لهم وزن. هؤلاء المعوقين المثبطين السلبيين، الله عز وجل يقول عنهم: قد يعلم الله المعوقين منكم، يعوقون اي تقدم، يعيقون اي مشروع، يعيقون اي شيء فيه خير، فيه مصلحه للناس. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا، تعالوا بالسوء، ارتاحوا، المسلمين ما فيهم خير، ما فيهم رجاء، ما في شيء ينفع معهم، ما هيتغيروا، هم كده من 100 سنه، ما في تبديل، هلم الينا، اجلسوا معنا وارتاحوا واستكينوا. الله عز وجل لا يحب هذا الصنف من الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا الصنف المعوق لكل تقدم، المعوق لكل تغيير، المعوق لكل إصلاح. هذا صنف لا يحبه الله ولا رسوله. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: يا أمتي من رأى منكم منكرا فليغيره. كن إيجابي، لا ترى الناس في ضلال وتسكت، لا ترى الناس المنكر يشيع بينهم وتصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يريدك على نحو من الإيجابية أن تكون إيجابيا: من رأى منكم منكرا
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليسكت، وإنما قال فليغير. أنت مطالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت منكرا أن تغيره، لابد أن تغيره، هذه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني نضرب الناس، طب إحنا يعني نعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، ما في عذر، لأن ليس لنا عذر. أبسط شيء عندما ترى المنكر قلبك، قلبك ينكره في داخلك، أنت تنكره، هذا أبسط شيء. هل هذا أمر لا يستطيع أحد؟ هل في إنسان إذا رأى منكر لا يستطيع أن ينكره بقلبه؟ قلبه لا يقبله. ترى أناس عاريين في الشارع، فسبحان الله أنت ما استطعت تكلمهم، ما استطعت تغيرهم، قلبك ينكر هذا الشيء، قلبك لا يحتمل هذا الشيء. تدعو لهم بالهداية، تدعو لهم بالصلاح، تدعو الله أن يستر عوراتهم، لكنك تمشي هكذا وتمضي كما يمضي الآخرين، لست بمسلما. النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تكون مسلم إيجابي، أن تغير. يقول لك إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الساعة تقوم، طيب يا رسول الله القيامة تقوم، لمن أغرس هذه الفسيلة؟ أنا أغرسها خلاص القيامة تشيلها وتشيل كل شيء، تكون إيجابي حتى تكون لآخر لحظة في عمرك تعمل، لآخر لحظة في الدنيا وأنت تعمل. يقولون بأن هرقل نزل يوما بجيشه فرأى مزارعا يزرع الزيتون، راح مزارع يزرع الزيتون فنظر إليه فإذا هو شيخ كبير قد أوشك على الموت في آخر مراحل عمره. فهرقل أخذه الفضول فسأل الرجل، قال له يا شيخ الزيتون شجرة لا تنبت إلا بعد 30 سنة وأنت أوشكت على الموت، فلما تزرعها؟ زرعها منين؟ قال له لقد غرس أجدادنا لنا الزيتون فأكلنا منه، وأنا أغرسه ليأكل منه من يأتي بعدي. إنسان إيجابي عنده إيجابية، ما يقول شيء أنا خلاص وجدت الزيتون وأكلت منه خلاص انتهت الدنيا، أنا مالي ومالي اللي يجي بعدي، وإنما عند هذا الرجل إيجابية. فأعجب الكلام هرقل، فلما أعجبه قال زه، وكان إذا قال زه معناها يعني أعطيه 1000 درهم. فلما قال زه الحراس أعطوا للرجل 1000 درهم، قال له أيها الملك شجرة الزيتون هذه التي لم تعجبك قلت أنها تؤتي أكلها بعد 30 سنة، ها قد آتت أكلها بعد أقل من ساعة من زراعتها، بسببها أخذت 1000 درهم. ما في 30 سنة، كن إيجابي، ما تدري، ما تعلم ماذا سيحدث. فأعجبت الكلمة هرقل فقال زه مرة ثانية، فأعطوه 1000 درهم ثانية. فقال الشيخ له أرأيت أيها الملك شجر الزيتون يؤتي مرة واحدة في العام، يخرج الثمرة بتاعته مرة واحدة في العام، وشجري أنا أخرج مرتين في ساعة واحدة، خدت 1000 وخدت 2000 بسبب الزيتون، مرتين في ساعة مش في العام، مع أنه بيعطي مرة في العام. فقال هرقل زه، يعني اديله كمان 1000، ثم ركب وجرى وقال والله لو وقفنا عند ذلك الرجل لأفرغ خزائننا، كل شيء عنده بيطلع لنا شيء من كل زه. فمشى إيجابي، رجل إيجابي مع أنه في نهاية العمر، إلا أنه لم يمنعه ذلك أن يكون إيجابيا. بعض الناس إذا بلغ من العمر أرزلة يبدأ يتكاسل على الشيء، يقول لك هنعمل لمين؟ هنزرع لمين؟ هنبني لمين؟ كن إيجابيا، يريدك الله عز وجل أن تبقى عاملا حتى آخر لحظة في عمرك، ويريدك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى مجتهدا حتى آخر لحظة في عمرك. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ويضرب الله عز وجل لكم مثلا في القرآن حتى تعلموا الفارق بين الإيجابي والسلبي. فيقول الله عز وجل في القرآن وضرب الله مثلا، والله عز وجل حين يضرب المثل فانتبهوا فإنما هو مضروب لكم لتعتبروا به،
لتأخذوا منه عبرة وعظة. قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالخير وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي الاثنين؟ هل يستوي الكل؟ الله عز وجل وصف السلبي هنا بالكل، والكل أشد سوءا من السلبي، أنه أكثر قعودا، أينما توجهه لا يأتي بخير، تحرك يمين ما يجيب خير، يسار ما يجيب خير، عاوز واحد يشيله واحد يضعه واحد يمشيه واحد. بينما السلبي يمكن أنه يمشي شوية، لكن الكل أسوأ من السلبي. هل يستوي هو ذلك الذي دائما ما يأمر بالخير، دائما ما يأمر بالمعروف، دائما ما يريد أن يصلح الناس؟ لا. اهلموا ذلك جيدا يا أحباب، خذوا مثل الله عز وجل على محمل الجد. لن يستوي منا الآن إنسان سلبي لا يصلح حتى زوجته وأولاده، أو ربما يقتصر إصلاحه على زوجته وأولاده، وإنسان كلما رأى شيء أراد أن يصلحه، كلما رأى منكرا أراد أن يغيره، كلما رأى بدعة أراد أن يبدلها بسنة. لا يستوي الطرفان، الله عز وجل يقول: هل يستويان مثلا؟ لا يمكن أن يستوي السلبي مع الإيجابي في ميزان الله عز وجل. هناك الذي لا يهتم إلا بنفسه، وهناك الذي يهتم بالآخرين. لذلك سأضرب لكم أمثلة من التاريخ ومن القرآن علنا نفهم أن مراد الله عز وجل منا دائما أن نكون إيجابيا. المثل الأول هو مثل صاحب النقر ومسلمة بن عبد الملك. مسلمة بن عبد الملك خرج في جند في جيش من المسلمين يحاصر يريد مكانا عند الروم، فحاصر حصنه مدة طويلة وهو يريد أن يدخل الحصن لا يستطيع، وليس في الحصن فتحة يدخل منها سوى فتحة صغيرة يخرج منها أقدارهم وأوساخهم، فيش إلا فتحة واحدة تخرج منها قاذوراتهم، يعني عفاكم الله فضلاتهم تخرج منها. فكر مسلمة بن عبد الملك ونادى في الجن: هل منكم رجل يستطيع أن يدخل من تلك الفتحة فيفتح لنا الباب؟ فتحة القاذورات النجاسات، في واحد ممكن يدخل منها حتى يفتح لنا الباب؟ ما في طريق آخر، ما في حل آخر. فقام رجل من جنود المسلمين قد غطى وجهه ورأسه وقال: أنا يا أمير الجند، أنا فدخل الرجل ففتح الباب فدخل المسلمون واستولوا على الحصن. فنادى مسلمة ابن عبد الملك بعدها: أين صاحب النقب؟ من صاحب النقب؟ رجل لما وقف غطى وجهه ورأسه فلا يعرفه أحد، فينادي كل يوم: من صاحب النقب؟ من صاحب النقب؟ فلا أحد يجيب. فقال مسلمة: أقسمت على صاحب النقب أن يأتيني في أي ساعة من ليل أو نهار، مقسم عليه يجي بالليل بالنهار في أي وقت هو يحب. فطرق بابه طارق في الليل، باب طرق عنده في الليل، فاستبشر مسلمة وقام وهم وقال: صاحب النقب. قال صاحب النقب: يشترط عليك ثلاث شروط يا أمير الجند حتى يقول هو أو ليس. قال: وما تلك الشروط؟ قال: أول شيء ألا ترفع اسمه عند الخليفة، ما تخبر الخليفة بأنه فلان وفعل كذا وكذا، وأما الثانية فألا تميزه بعطاء، ما تأمر له بعطاء فلوس أموال، وأما الثالثة ألا تميزه بمعاملة بين الجند، ما تفضلوش بعد كده على الجند الآخرين يعني لأنه هو عمل شيء. فقال: قد أعطيت هذه الثلاث. فكشف عن وجهه وقال له: أنا صاحب. ثم خرج من جند مسلمة وذهب إلى ثغرة أخرى من ثغور المسلمين يجاهد فيها، ولم يعد مرة ثانية إلى جيش مسلمة بن عبد الملك.
حتى قالوا أن مسلمة كان ينادي في آخر أيامه ويقول اللهم احشرني مع صاحب النخل. هذا رجل إيجابي، رجل نصر جيشا، هؤلاء هم الرجال، هذا هو المسلم الإيجابي، هذا هو الذي لا يقتصر على أمر نفسه. الآخرين سكتوا، قال احنا جينا نقاتل خلاص نقاتل، قتلنا قتلنا، ما قتلناش ما قتلناش، هذا دوري وخلاص. لكن هذا إيجابي، أخذ المبادرة مثل عكاشة لما قال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. إيجابي، الفرص أحيانا تأتي مرة واحدة، فابحث عن تلك الإيجابية. أما القصة الثانية في هذه الليلة فهي قصة مؤمن، مؤمن القرية، تقرؤونها هذه القصة كثيرا في سورة ياسين، في قول الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم في القصة. تعجبوا من هذه القصة، وجاء من أقصى المدينة، يعني من أطراف المدينة، جاء من بعيد يعني، والعادة ما يسكن في أطراف المدينة هم الفقراء، ضواحي، ساكنون في الضواحي، فغالبا ما يسكن الفقراء في الضواحي. والله عز وجل يحدد لك، يقول لك جاء من أقصى المدينة حتى تفهم أنه تعب، مش قريب يعني، ده جاء من بعيد وإنسان فقير. وتعجبوا من كلمة رجل، ما قال الله الرجل، قال رجل نكرة، أي أنه رجل نكرة بين الناس لا يعرفه الناس، ليس من علية القوم، ليس من كبار القوم، ما تقول أنا مش مسؤول، المسؤول يشوف، ما تقول أنا لست responsible، فالحمد لله الله عفانا مسؤول، أي مسؤولية عفوك منها، أنت مسؤول أمام الله يوم القيامة، أنت مسؤول عن أن تكون مسلم، أنت خليفة الله في الأرض، اعرف مهمتك، اعرف أين أقامك الله عز وجل، اعرف المهمة التي وضعك من أجلها في الأرض. الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة لتصلح الناس، لتصلح من حول، لتصلح الأحوال، ليس أن تقول والله أنا مش مسؤول الحمد لله، يعني إيه؟ يعني أنا أرتاح ماليش دعوة، المسلمين يهلكوا يضيعوا يتشردوا، لا، شوف الله عز وجل يقول لك رجل، ما قال الرجل، ملاش، لا قال جاء المدير ولا المسؤول ولا الاسبونسر، قال رجل وجاء من أقصى المدينة رجل، وجاي من بعيد، قال الله يسعى، ما قال يمشي، لا سريع، يسعى، يجري. انظر إلى الإنسان الإيجابي لما يرى منكر كيف يكون تحركه، ما جاش يمشي يقول الله على مني كتر خيري حتى أنه رايح أنصحهم، لا أنا براحتي، لا، قال الله يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. كان في ثلاثة أنبياء أرسلهم الله عز وجل، كان ممكن يقول والله ثلاثة أنبياء أنا هعمل إيه، أنا خلاص وفي أكثر من كده، ما حصلتش ثلاثة أنبياء مرتين لناس، طب أنا مالي، أنا رجل عادي لا نبي ولا رسول، لا، لم يقتصر ويقول عندهم ثلاثة أنبياء، وإنما جاء يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، يدعو الناس إلى الصلاة، يدعو الناس إلى الهدى، أخذ مسؤوليته، اتبعوا المرسلين، ويؤكد الكلام اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ويزيد التأكيد وما لي لا أتبع الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلاء، إلى أن قتلوا ذلك الناصح الأمين الذي ينصح. فلما قتلوه الله عز وجل استقبله أيما استقبال وأدخله الجنة، خلاص الرجل دخل الجنة وارتاح بالإيجابية التي عملها في الدنيا. لكن سبحان الله الرجل إيجابي حتى بعد موته، تقرؤون في القرآن قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، الإيجابية لسه عنده حتى بعد الموت، فيريد أن يعرف قومه ما أكرمه الله عز وجل به، فيتحولوا إلى الصلاح، فيتحولوا إلى الإيمان، فيتحولوا إلى الهدى، يدعو الناس حتى بعد موته. يا ليت واحد يدخل الجنة يقول الحمد لله خلاص يعني ارتحنا من الدنيا وعلى إيه النعيم، إيه الروعة، لا، هذا وهو في الجنة مشغول بإصلاح الناس، فيقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولذلك كن هذا الإيجاب، فين دورك؟ ماذا فعلت؟ عندك كم سنة في الدنيا؟ كم أصلحت؟ كم أصلحت من حولك؟
كم مرة أمرت بمعروف؟ كم مرة نهيت عن منكر؟ هل تخفى الله عز وجل وأنت ما أصلحت واحد في هذه الدنيا؟ أصلحت نفسك؟ تيجي تصلي؟ طب فين ابنك؟ طب فين جارك؟ طب فين من لم يعرف باب المسجد أبدا؟ فين صديقك؟ أين أنت؟ ألي هذا خلقك الله؟ الله عز وجل قال لك كونوا مصلحين لأنفسكم واكتفوا؟ لا، الله عز وجل يريدك مؤمنا متحركا إيجابيا في كل وقت وحين. أنت إيجابي، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، تصلح من حولك، هكذا يريدك الله عز وجل، ولهذا خلقك الله عز وجل. ألا نستطيع معشر المسلمين أن نكون كهدهد؟ ما نستطيع أن نكون كهدهد؟ الله عز وجل أعطاك العقل، خلقك في أحسن صورة، في أحسن تقويم، رزقك العلم، المعرفة، ألا تستطيع أن تكون كهذا الطائر الصغير الهدهد؟ سمع هدهد سيدنا سليمان، سمع أن في اليمن في مملكة سبأ ملكة هي وقومها يسجدون للشمس والقمر من دون الله. كان فين الهدهد ده؟ كان في فلسطين، والست دي في اليمن هي ومملكتها. ولما سمع الهدهد، سمع بس، ما كان سلبيا، ولكن هدهد أنا مالي، وبعدين أنا شغال عندي سليمان، فأنا لو مشيت ممكن يذبحني، كل ده ممكن، لكن الهدهد كان إيجابيا، لم يقبل أن يوجد في الكون من يسجد لغير الله، من يسجد للشمس والقمر من دون الله. فما كان من الهدهد إلا أمطار، وذهب إلى مملكة سبأ دون أن يأخذ إيه، ذهب إلى هذه المملكة، تقص الأمر وعلم ما في المملكة هذه، ورجع لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان يتفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شوفوا أول شيء، يعني شيء جانبي، سيدنا سليمان رجل حكيم، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال أنا ليه مش شايف الهدهد، ولا هو مش موجود؟ ما حكم من أول نظرة إنه غير موجود. وده يعلمك إن أنت تكون لما تريد أن تحكم على الناس كن متأني، ما تتعجب في حكمك على الناس. أنا مش شايفه صحيح، كان يستطيع يقول ما لي الهدهد غائب، لكنه قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هل أنا مش شايفه؟ بدأ بنفسه، هل أنا مش شايفه كويس، مش شايف كويس، ولا هو فعلا غائب؟ ثم قال متوعدا، إنسان أحيانا ينبغي أن يكون حاسما، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم انظر إلى العدل بعد الشدة، العدالة، يأتي العدل. قال أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني معنى ذلك إما أنه هينذبح ويتعذب أو يدين خبر يقين. يجي الهدهد يحكي حكايته، فتظهر قمة عدالة سيدنا سليمان إنه يسمع المتهم، ما تحكم على إنسان قبل أن تسمع منه. فيأتي الهدهد فيحكي له، قال مكثت غير بعيد وقال له بصرت بما لم تبصر به، وليدك من سبأ بنبأ يقين، إني ولدت امرأة تملكهم، إلى آخر الآيات. الشاهد هنا إيجابية الهدهد، كان إيجابيا، لم يرضى أن يسكت على هذا الحال، هذا هدهد. فأنا الإنسان، أنا أعظم ما خلق الله، ماذا فعلت لديني؟ ماذا قدمت لهداية الناس إلى معرفة الله؟ طب هل دعوت للناس دعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هل دعوت بها مرة لمن حولك؟ هل رأيت دارك الغير مسلم في معصية فدعوت الله له أن يهديه الله؟ هل تستكثر أن يهديه الله عز وجل؟ الذي هدى من هدى، الذي هدى أبو سفيان، الذي هدى خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، وكان أعدى أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، أيحدث أن يهدي هؤلاء؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا فعلت؟ الهدهد أكثر منا إيجابية، لذلك الله عز وجل أكرم أمة الهدهد بسبب ذلك الهدهد. فلذلك عندنا نحن المسلمون يحرم علينا أن نقتل الهدهد. لماذا؟ أي هدهد؟ لماذا؟ إكراما لهذا الهدهد. هل رأيتم شخصا أكرم أمته كاملة بسبب أكرم هذا الهدهد؟ أمة الهدهد كلها تكرم لأجل واحد، لأنه إيجابي ليس سلبي. ووالله لو سكت
ما كان عليه منامة، هو ليس مهيئ لأن يهدي الناس، لكنه أخذ المبادرة، أخذ الموقف وسعى. لذلك الله عز وجل يكرمه في القرآن، يذكره في القرآن، يذكر قصته في القرآن، يتلى إلى قيام الساعة. قصة هدهد كان إيجابيا، قصة هدهد لم يرضى أن يكون سلبيا، قصة هدهد لم يقل نفسي نفسي ومن بعدي الطوفان، وإنما كان إيجابيا. أنعجز يا أمة الإسلام في آخر شيء من قصصنا الليلة عن الإيجابية، أنعجز أن نكون كنملة، نملة تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ليت همتنا كهمة هذه النملة، ليت إيجابيتنا كإيجابية هذه النملة. أعجبوا، هل هذه ملكة، ملكة مملكة النمل؟ هل هذه الرئيسة؟ هل هي الملكة؟ أبدا. قال الله قالت نملة، أيضا تنكير بلفظ منكر، أي نملة عادية من النمل العادي، لا شأن لها ولا وزن لها، ليست رئيسة ولا مساعد رئيسة ولا ملكة ولا وزيرة ولا رئيسة وزراء ولا شيء، ولا مكلفة حتى بالحراسة ولا شيء، هي نملة عادية. قالت نملة، ما قال الله قالت النملة، قال قالت نملة نكرة. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، إيجابية. كانت ممكن النملة شافت جيش سليمان جاي راحت اخترقت هي وخلاص تنجو، لكن لا، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حذر النمل كله الإيجابية، لا تفكر في نفسها وإنما تفكر في الآخرين. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لماذا؟ قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، انظروا إلى حكمة هذه النملة، قالت وهم لا يشعرون، يعني التمست العذر لسيدنا سليمان وليشه، ان هم لو حطموكم هيحطموكم وهم لا يشعرون، مش متعمدين وهم لا يشعرون، التمست العذر لسيدنا سليمان وجنوده. ما الذي جرى؟ انقذت مملكة النمل كاملة بإشارة اطلقتها نملة من سائر النمل. واحد مننا يقول لك يا عم انا مالي، انا في اخر القول، والله مش ههلك إلا ما يهلك كل اللي أمامي دول، يعني من الرئيس لرئيس الوزراء للوزير للمدير للسكرتير حتى يصلوا إلي يكون القوم كلهم على خلاص ما وصلوا. لا، من آخر القوم قرر تحذر وتنبه. يا أيها المسلم، أين أنت من كل هذا؟ أين إيجابيتك؟ أين ما خلقك الله عز وجل لأجله؟ أنت سيد هذا الكون، فينبغي أن تكون أنت النور لهذا الكون، أن تكون أنت الهداية لهذا الكون. كنت أحدثكم اليوم عن السعادة، وأسعد شيء أن يهدي بك الله رجلا، أسعد شيء أن تسعى في الإصلاح بين الناس، أسعد شيء أن يكون لك شأن في الصلاح في الخير بين الناس، أسعد شيء أن تدل الناس على الله وأن تأخذ بأيديهم يا رب. أسعد شيء أن تكون إنسانا إيجابيا متحركا غير مستكين، نافعا غير ضار. أسعد شيء أن تنام وقد أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر أو أصلحت إنسان أو أصلحت بين متخاصمين أو أصلحت بين زوج وزوجتك. هذا هو الخير الذي ينبغي أن تكون فيه، تسمع بالناس حولك بينهم ما بينهم، وتعود إلى بيتك وتنام قرير العين مرتاح، تعلم أن بينهم خصومات وعداوات، فلا تصلح بينهم، لا تأخذ المبادرة. يا أيها المسلم كن إيجابيا، كن مصلحا ولا تكن صالحا، كن مصلحا في كل أحوالك في كل شؤونك، كن كالغيث أينما وقع نفع، كن كالنخلة يرميها الناس بالحجارة فترميهم النخلة بتمرها يأكلون منه، كن دائما مترفعا عن الصغائر، كن دائما من أهل الصلاح المصلحون الذين إذا حضروا علمهم الناس وإذا غابوا افتقدهم الناس، ولا تكون إمعة، إذا حضرت لم يأبه بك الناس وإذا غبت لم يعرف الناس أنك غبت. كن مؤثرا، كن نافعا، كن إيجابيا، كن دائما متحركا، هكذا يريدك الله عز وجل.
وهكذا يريدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من الصالحين المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظون لحدود الله. وإني داع فأمنوا على هذا وسنة الجنة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل على جمع المرحومة، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تدع اللهم فينا ولا بيننا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك صلاحا في نفوسنا وصلاحا لمن حولنا. اللهم أعنا على أن نكون مصلحين يا رب العالمين. اللهم استعملنا فيما تحب، اللهم استعملنا فيما تحب. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا حتى نصلح بها كل ما في حولنا ما حولنا. اللهم أصلح بنا الكون يا رب العالمين. اللهم أصلح بنا الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، غير مفسدين غير فاسدين ولا مفسدين. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إلهنا اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف، واجعلنا من الناهين عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اصلح بنا بين المتخاصمين، اللهم اصلح بنا بين المتخاصمين، اللهم اصلح بنا بين المتخاصمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين ولا مفسدين، بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت فاجمعنا اللهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع حبيبنا وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إذا أخذ الحبيب بحلق الجنة فنودي من بالباب فقيل محمد بن عبد الله، فقيل بك أمرنا أن نفتح ولم نؤمر أن نفتح لأحد سواك، ففتحت أبواب الجنان ودخلها النبي العدنان. اللهم اجعلنا معه من الداخل، اللهم اجعلنا معه من الداخل، اللهم اجعلنا عن يمينه ومن خلفه يا رب العالمين. اللهم إذا وقف الحبيب على الحوض ورفع الكؤوس، اللهم اجعلنا من الشاربين، اللهم اجعلنا من الشاربين. اللهم إذا وقف الحبيب في مقام النظر إليك فاجعلنا معه من الناظرين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، يا سوء من حرم النظر إليك فلا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم إنك قلت هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا صدقا يغامر قلوبنا فلا نقول إلا ما نفعل. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من قوم يقولون ما لا يفعلون. اللهم لا تجعلنا من قوم يقولون ما لا يفعلون يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا وبارئنا، اللهم إنك أعنتنا فجئنا إلى بيتك الساعة، وقويتنا فصلينا المغرب في جماعة، وأعنتنا فجلسنا وصبرنا لسماع الذكر والعلم يا رب العالمين. اللهم يا من هيأ لنا كل ذلك وأعاننا على كل ذلك، نسألك ألا نتخطى عتاب بيتك الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مأجور يا رب العالمين. اللهم مغفرة من عندك الليلة، ورحمة من عندك الليلة، وهداية من عندك الليلة. لا تدع فينا ضالا إلا هدى، ولا شقيا إلا أصلحت، ولا صاحب ذنب ولا معصية إلا جاءت بقلبه إليك يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر خلقك أجمعين، اللهم اكفنا شر خلقك أجمعين، اللهم اكفنا شر خلقك أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا،
ليس بعد الله ملجأ ولا مشتكى. اللهم إنا أنزلنا حاجاتنا إليك، وأنزلنا همومنا وأحزاننا بين يديك. اللهم إنا طرحنا أنفسنا على أعتاب رحمتك ومغفرتك، فاغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين وارحمنا أجمعين، واجعلنا في ليلتنا هذه عندك من المقبولين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأدخل اللهم الليلة على حبيبنا وحبيبك من كل واحد منا ألف ألف صلاة في قبره يا رب العالمين. صل يا ربنا عليه في الأولين، وصل يا ربنا عليه في الآخرين، وصل يا ربنا عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اذا اسئله ناخذها ان شاء الله. ان شاء الله اذا فيها اسئله ناخذها ان شاء الله. قلنا كريم يفتح الباب ان شاء الله من بعد ان شاء الله مش عارف نصلي العشاء تكسر الاسئله هي بس المشكله في الطلعه الاولى بس. طيب عليك السلام. طيب امراه مسنه ومريضه لا تصوم، هل يجوز لها ان تؤدي فدية الصوم والدار لابنها المريض؟ لابنها؟ لابنها. وإذا كان هذا ممكن، هل يجوز لها أن تؤديها دفعة واحدة تقديما أو تأخيرا، يعني قبل رمضان في أول رمضان أو في آخره؟ أكرمك. السؤال الثاني من فضلك. فضل. إذا قرأنا سورة التوبة في وسطها، هل يجوز لنا أن نبدأ بالبسملة؟ إذا قرأناها من وسطها؟ من وسطها، نعم. يعني إن لم نبدأ من براءة. أكرمك الله. أحسن الله عليك. والله هذا السؤال الثاني يعني أول مرة في السؤال الأول كما تعلمون يعني إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى الشفاء منه، يعني ليس له دواء، أو كان مسن كبيرا لا يستطيع الصيام ولا يقوى عليه، فيمكنه أن يفطر وأن يفدي عن فطره عن كل يوم إطعام مسكين. فيبدو أن هذا مليون، لكن السؤال هل يجوز أن تعطى هذه الفدية إلى الابن؟ الأصل أن نقيس هنا على زكاة المال، وزكاة المال لا تعطى للأصول ولا للفروع، يعني لا تعطى للابن ولا ابن الابن ولا ابن ابن الابن ولا للأب ولا للجد ولا الجد جد الجد، فلا تعطى للأصول ولا للفروع، خاصة إذا كان هذا الابن نفقته على أمه. يعني إذا كان عند الأم مال تستطيع أن تنفق به على ابنها فنفقته عليها، إذا كان هو عاجز مسكين وهي عندها مال فنفقته واجبة عليها، فالأفضل ألا يعطى من هذه الزكاة ولا زكاة. وهل يمكن إعطاؤها دفعة واحدة؟ نعم تعطى دفعة واحدة، لكن لا تسبق قبل رمضان، ووقت أدائها في رمضان عند جمهور العلماء أنها تكون من بعد صلاة المغرب في آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، وأجازها البعض من نصف رمضان، وأجازها بعض قليل من أول يوم في رمضان. فعلى كل الأحوال يمكن يعني يوافق مذهب من المذاهب أنها تعطى في أي وقت من الرمضان، والله أعلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، سورة التوبة أو براءة كما تسمى، الأصل أنها لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والعلة في ذلك أن الرحمة الموجودة في بسم الله الرحمن الرحيم لا تتناسب مع ما بدأت به السورة. فالسورة بدأت بداية عجيبة، بدأت بقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فلا تتناسب مع قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فيها من الرحمة ما فيها، ثم تأتي الآية فيكون فيها ما فيها. السؤال الآن، هل يمكن إذا أنا بقرأ السورة من منتصفها
أن أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، يجوز أن يبدأ الإنسان في وسط السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن العلة هنا قد انتفت. أن العلة أنه لا تتناسب بداية السورة مع البسملة، فإذا بدأت من المنتصف أو غيره فيمكن أن أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، علما بأن الأصل والأكثر إيجابا، وهذا عكس ما يعتقد كثير من الناس، أن بدء قراءة القرآن ينبغي أن يكون بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، وإن لم تبسم، لأنها هي التي وردت في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن البسملة تأتي وكأن أول حرف قرأ من القرآن قرأ بسم الله، حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ قال ما أنا بقارئ، في الثالثة قيل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وهو أمي، أن يعلمنا وأن يفتح علينا. فالقرآن لا يقرأ إلا باسم الله، أي بمعونة الله، معنى بسم الله أستعين بالله، أستعين بالله عز وجل. فالأصل أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن زدت فقلت بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن، مع العلم في خلاف يعني كبير بين العلماء إن كانت آية من القرآن أم لا كما تكلمنا في لقاء سابق. والله أعلم. تفضل شيخنا، حياكم الله يحفظك. مثلك يسأل ولا يسأل. استغفر الله. لكنه تواضع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل تعطى زكاة المال لبعض المشاريع الخيرية؟ مع العلم أنها لا تدخل في التعيين الذي أعطاه الله تعالى في الآية الكريمة، مثلا مشروع بناء مسجد أو مشروع بناء مدرسة أو غير ذلك، فهل تجوز إعطاء زكاة المال فيها؟ أكرمك الله، يعني أنا أعلم أنك تعلم ولكنك أردت أن يعلم الناس. يعني أصناف الزكاة ثمانية كما تعلمون، ورد في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. هناك صنف منها قال الله عز وجل وفي سبيل الله، فاختلف العلماء في تفسير قول الله عز وجل وفي سبيل الله، ما المقصود في سبيل الله؟ فجمهور العلماء على أن المقصود هنا الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهد في سبيل الله من الزكاة، سواء بشراء فرس يركبه أو بسلاح يحمله أو بعتاد يعتد به أو براتب يعطى له، فهذه تدخل ضمن أصناف الزكاة بلا خلاف بين العلماء جميعا بلا خلاف. وقال بعض العلماء أن المقصود في سبيل الله هو كل مصلحة عامة للمسلمين، كل ما فيه منفعة عامة وليست خاصة، يدخل فيها بناء المدارس، بناء المستشفيات، الكباري والجسور، الطرق، رصف الطرق، كل ما فيه مصلحة عامة تدخل فيها، ومن ضمنها أيضا بناء المساجد لأن فيها مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة. هذا بشكل عام الكلام. لو تكلمنا عن الأمر في بلاد كهذه البلاد التي نحن فيها، فالشيخ قرضاوي لديه فتوى جيدة يعني في هذا الأمر، يقول إنه إذا تكلمنا عن بناء مسجد في بلاد كفرنسا أو كالغرب بشكل عام، فيرى أن الخلاف بين العلماء يزول في هذه المسألة، لأنه هو نوع من أنواع الجهاد، فيدخل عند كما قال جمهور العلماء الجهاد في سبيل الله، لأنه لم يعد الجهاد بالسيف وإنما أصبح بالكلمة، فهذه الأمور من أنواع الجهاد بالكلمة في سبيل الله. وأيضا هو يدخل عند الرأي الثاني الذي يقول في سبيل الله يخص كل منفعة عامة للمسلمين، فلذلك يجيزها بلا تحفظ، يعني العدد ينطبق على هذا. هذا هو الله أعلم. شيء آخر إن شاء الله. أنت أخي هشام ما عندك شيء؟ نعم. هشام حاسس إن عنده شيء بس مش عايز. هشام قلت من بعد ما يبيش بيدي للناس عامة خلاص شيخ. رحيم بحده. إن شاء الله. طيب ما شاء الله اثنين مع بعض ناخذ اثنين مع بعض. يعني هناك من يتساءل لماذا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني وصلت حتى في بعض الدول معناها هم يتناقشون في هذا الشيء، يقول لي ليش ما نعطوش للأنثى مثل حظ الذكر، يعني هذه بلد مسلم يعني. طيب ان شاء الله ناخذ السؤال الثاني. ما هو تفسير الآية القرآنية قد سمع الله قوله في الجاهلية؟ نعم أكرمك الله.
طيب سؤالين إن شاء الله سأل أختم بهم. يعني السؤال الأول يعني يتساءل لماذا جعل في الإسلام عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فيعني هذه من الأشياء التي يتهم بها الإسلام أنه يجعل حظ المرأة نصف حظ الرجل. وهذا كلام في الحقيقة يا أيها المسلمون غير صحيح. فالمرأة في الإسلام ليست نصف الرجل في الميراث، وإنما في الإسلام 32 حالة، لا أتذكر كم حالة في الميراث يجتمع فيها الرجال والنساء، ربما 36 أو أقل أو أكثر، لا أدري حقيقة لا أتذكر. 4 حالات منها جعل الرجل أكثر من الرجل، والباقي كله المرأة أكثر من الرجل. وهذا كلام يجهله كثير من المسلمين. لذلك هناك كتاب مؤلف رائع جدا اسمه تفضيل المرأة على الرجل في الميراث في الإسلام، أن المرأة مفضلة. حالة هذه حالة محددة، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. حالة دي حالة بعينها، إنه إذا مات الميت فترك أولاد وبنات، فهنا يأخذ الولد ضعف ما تأخذ البنت، لكن ليس في كل الأحوال. إذا ترك أما وأب أحيانا بتأخذ الأم أكثر من الولد، مع أنها أنثى وهو ذكر. إذن ليس في كل الأحوال يكون الأمر أن للرجل ضعف حق المرأة. والإنسان لو نظر إلى العلة، أصل الإسلام يؤخذ كله لا يؤخذ بعضه، تخدش حتة من الإسلام تقول دي الإسلام، لا خذ الإسلام كله تفهم لماذا في حالة الإخوة والأخوات يذكر مثل حظ الأنثيين. الآية الشهيرة اللي يفهموا بها، لأن عندنا في الإسلام ده شيء لازم يفهم الناس، أن البنت لا تنفق من مالها، صح؟ الإسلام كرمها بنت وزوجة وأم، فبنت نفقتها على أبيها، فإن لم يكن أبوها فأخوه. في تكريم أكثر من كده، ما تطلعش الساعة 5 الصباح تركب الباص وتجي وتشتغل وتعمل، لا هي مكرمة حتى لو عندها مال نفقتها على أبيها وهي بنت. تزوجت نفقتها على من؟ على زوجها، وإن كانت أغنى منه 100 مرة، كان عندها ملايين لا يجب عليها أن تنفق. وإن أعطته تعطيه صدقة، ويجوز لها أن تعطيه من زكاة مالها. شفتوا عظمة الإسلام؟ حتى لو أعطته تعطيه من الزكاة، وإن أعطت تعطي تفضلا ليس عليها شيء. وأم نفقتها على ابنها لم يكن زوجها موجود، نفقتها واجب عليك، نفقت أمك أبوك ميت وأمك موجودة نفقتها، مش رفاهية. يحزنني كثير يجي واحد يقول هل ممكن نعطي أمي من الزكاة؟ كارثة. نفقتها واجبة، كانت سبب في وجودك، فلا تكون أنت سبب في هلاكها. سبحان الله، هل هذا سؤال يسأل؟ ونفقتها واجبة عليك، إذن هي مكرمة. طيب توفي الرجل وترك ولدا وبنت، وترك 15,000 يورو، ما فيش عنده غير الولد والبنت، كيف نقسم؟ نقول نعطي للولد 10,000 وللبنت 5,000، تمام؟ طيب نيجي نشوف الإسلام كل لا تأخذه جزء، نيجي نشوف حبوا يتزوجوا الولد والبنت. أولا البنت وهي مع أخوها نفقتها عليه المسكين، يعني 10,000 بتوعه يصرفوا يعني، وهي عايزة 5 بتاعها. ثانيا حبوا يتزوجوا، المسكين هو اللي يروح يشتري لا بختم، هو اللي يستأجرها، وهو اللي يروح يشتري المبلغ، وهو اللي يروح حط. هذا في الإسلام، ما تبصوش للناس هنا ولا بالنص ولا شيء، لا في الإسلام الرجل هو الذي يجهز لزوجته، فالمسكين 10,000 بتوعه ما عندهم شيء، إنما أخته 5 بتوعها متعانين، ويجي واحد يخطبها ويجهز لها البيت ويشتري لها الشبكة ويشتري لها ويديها المهر كمان، يديها فلوس كمان مهر بتاعها ويتزوجها، وال5 بتوعها زي ما هم. المسكين 10 بتوعه راحوا واستلف عليهم 10 تانيين على استطاع إن هو يتزوج، وديك ال5 بتوعها كما هم. يجي بعد ذلك المسكين يتزوج، نفقت زوجته عليه، يجيب أولاد نفقته زوجته أولاده عليه، مسكين. الحلوة الأخرى 5 بتوعها موجودين وزوجها ينفق عليها، يجيب أولاد زوجها ينفق عليها وعلى أولادها. في النهاية من الكاسب ومن الخسران؟ المرأة. لكن هم اللي بينظروا للكلام ده نظرة مختلفة، لأن ما عندهمش هذا التكريم للمرأة. المرأة تطلع تشتغل زيها زي الرجل، المرأة تجيب في الزواج زيها زي الرجل، المرأة تصرف على نفسها وتزحم الرجال وتطلع الصبح وتيجي بالليل وتشتغل وتاكل، ما اشتغلتش ما تاكل، أخوها ما ينفق عليها، أخوها ما يعرفها، أخوها ما يقول لها تعشيت ولا متعشيتش. لكن الإسلام ميز المرأة عن الرجل.
علما بأنه في كثير من الأحوال الأخرى لا، المرأة تأخذ أكثر من الرجل والمقام يطول فيه. السؤال الأخير أخونا الكريم يقول: ما معنى قول الله عز وجل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما؟ هذه امرأة كما تعلمون أنها المجادلة التي ألتت للنبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها، قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا صغيرة خسيبة جميلة شريفة، فلما كبر سني ونثرت بطني وتفرق أهلي وقل مالي، قال: أنت علي كظاهر أمي، وإن لي منه عيالا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. النبي صلى الله عليه وسلم بكى ورق قلبه لهذه المرأة، وكان لسه ما علمت حالة الظهار هذه في الإسلام، هذه تسمى الظهار في الإسلام، حين يقول الرجل لزوجتي أنت علي كظاهر أمي فقد ظاهرها، فدي لم تكن موجودة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لحالها ولم يعرف أن يجيب عليها، ما زال الحالة دي ما يعرفهاش. المرأة لما جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت له وهو عند أمنا عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لمن يعلم منكم كان بيوت، اسمع كده أقول لك، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، البيوت كانت حجرة وحوش أمامها للثالث، لكن البيت حجرة واحدة فيها الطعام، فيها المنام، فيها يعني كل شيء، شومبر كوشي، صالون، صالة مانجي، كل شيء هي الغرفة دي المكان ده. فكانت السيدة عائشة موجودة في الغرفة، فالمرأة أرادت أن تسر للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه بينه وبينها، فراحت السيدة عائشة في طرف الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة في طرف الحجرة الآخر، فلما شكت إليه وفي المكان نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت أمنا عائشة: سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من وسع الأصوات كلها، والله إني لفي الحجرة معهم ولم أسمع ما قالت المرأة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فهذه يعني قصة نزول هذه الآيات وهذه السورة المسمى بسورة المجادلة. أسأل الله العلي القدير أن يجعل كل كلمة وكل حرف قيل في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين، وأن يفرج عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.